هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الشاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، تسجل لدقيقتين وثلاثة عشر ثانية. بسم الله على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثاني للجعدان الصعوب. نسير مع هذه الاسماء المميزة، مع هذه الشعارات الى شاهين مصبح بن محمد بن رشيد الظاهر، من يقدم لنا شاهين باحثا على النقطة الثانية بينما المركز الثاني هنالك شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، والمركز الثالث يصل شاهين سعيد بن جمعة الحميمي، ورابع الأسماء ولكن هنالك شاهين على المركز الثالث، سيف بن مطر النيادي على ثالث الأسماء، المركز الرابع شاهين حمد بن عوض بن زيتون المهيري على المركز الرابع، المركز الخامس يتدخل شاهين سعيد بن جمعة العميمي. هذه النتيجة متابعينا الكرام، والدخول من مناور محمد بن سيف بن سلطان الظاهري، وهنا وصلت الاسماء، وصل شاهين حارب بن فغيل العميمي. يا سلام يا هذه الاسماء، يا سلام يا هذه الشعارات المتدخلة بهذا المسار الباحث عن النصر. نعود الى البداية الى المركز الاول، هنالك بن عيلان مع شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، وبن زيتون قادم ايضا حمد بن عوض بن زيتون المهيري مع شاهين بالمركز الثاني. من الجانب الاخر هنالك نحاول نرى المركز الثاني، من الجانب الاخر بن مصبح، مصبح بن محمد بن رشيد الظاهري مع شاهين المركز الرابع، هنا شاهين محمد بن سيف مناور مع المركز الرابع محمد بن سيف بن سلطان الظاهري، ولكن نعود. الله 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 الله، التحدي ثنائي، المعركة ثنائية، هنا العمالقة بن زيتون بن عيلان بن زيتون، منازف منازف، النقطة الثالثة، سلام يا السلام، سلام يا بن زيتون سلام، شاهين حمد بن عوض بن زيتون المهيري، المركز الثاني شاهين لخلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، المركز الثالث شاهين مصبح بن محمد بن رشيد الظاهري، المركز الرابع، المركز الرابع يصل ايضا مع لجنة الخط التوقيت الزمني دقيقتين وثلاثة عشر ثانية وتسع اجزاء من الثانية. يسجل معنا بهذا الشوط شاهين حمد بن عوض بن زيتون المهيري، والنقطة الثالثة بهذا الصباح، النقطة الثالثة والهاتريك يتسجل تحت اقدام شاهين. شكرا المشاب حمد بن عوض بن زيتون، من تابع ايضا شاهين، والتهنية الى ابو حمد عوض بن عتيق بن زيتون المهيري الداعم الرئيسي، الداعم وايضا ومن خلف هذا الانجاز وخلف هذا الشعار، تهانينا والناموس لجميع